منو؟ انا شلونك؟ هلا وحسوني، شلونك؟ شكر خيرك يا معود. نطب جويل ونروح. لا خلنا نتمشى، اللعبة يروح من البيت. يلا عاد مشينا هناك نقعد نسولف. اجيتك عسل يا عكو شي؟ وين ما وين هاي الايام شو ماكو؟ والله الحمد لله شكر. شو انت بالشغل؟ اي والله. خير ان شاء الله. تعال خلنا نقعد تعال. هم عماله؟ هم عماله؟ والله يا الله. يا الله عاش تسوي؟ الحمد لله وشكر. ايش اكو ماكو حسوني؟ والله الحمد لله وشكر ماكو شيء على الله. وين قضيتها؟ صار لك يوم شو ماكو؟ اي والله اخوي ابشرك الحمد لله وشكر. البارحه طلعت للعماله. واليوم هم طلعت. هاليوم انا والله جتني شغالة. انا يوم تجيني وعشرة ايام ما يجيني شغل. خير خير ان شاء الله. اي والله الحمد لله وشكر. خدوا عين لعشي سوا حسين من القعده. زين اقول لك حسوني. ليش ما تتزوج؟ يا معود يا زواج يا بطي خلينا هيش مرتاحين، ما اريد المسؤوليه ودوخه الراس. حسوني هي مو شغله مسؤوليه، اول شيء انت عمرك 32 سنه. ثاني شيء امك مرت كبيره. ابوك رجال كبير. لازم تجيب نية تعينهم وتعينك انت وتداريكم. والله اخويا يعني كلامك صحيح انه لازم تجي مرة تعين امه وتعين ابوي وهاي، بس اخويا الزواج دوخة راس ومسؤولية. خليني هيش متونس اطب بالليل وارجع بالليل، لا اريد اتزوج ولا بطيخ. خليني هيش رحمل والديك. حسون ابا اعرف انا حالتك المادية تعبان وما تقدر تتزوج بسبب حالتك المادية. ماكو واحد عمره 32 سنة ما يتزوج وما يحب يتزوج، بس انت حالتك المادية تعبانة فما راح تقدر تتزوج. انت يا دوب هسه تطلع عمالة يا دوب تجيب لك مصلح مو؟ ايه. وامك مرة كبيرة ومريضة لازم تعينها تشيلها بالشغل مو؟ والله كروري كلامك على راسي وكلامك صحيح. وشوف قرار انه انا من اقول لك ما اريد اتزوج انا اسذب عليك يجوز خوش، بس اخويا قرار انا اتمنى تجي مره تعين امي وتعين ابوي وتعين لك حسين اي وعلاوي اي بعد منو وحمودي وحمودي حسين وعلى وهم والدولة قريبين عليك ها؟ انا راح اشيل نص وهم راح اخليهم يشيلون نص وهم حالتهم المادية كلهم زين. لا هم الله موفقهم والحمد لله شكر، هم اخوتي هم ما يقصرون، هم دولة رفعت راسي وانا واقف لهم هواي. ماكو واحد يقصر على صاحبه، ماكو واحد يشوف صاحبه بهالشدة ما يوقف له بيها مو؟ ايوه هسه انا راح اروح لهم وجوزي تروح لهم تستحي من عندهم، انا راح اروح لهم واحاكيهم واشوفهم وان شاء الله من باكر نبلش بالغرض وانت شوف بنت الحلال اللي تريدها وهماتين ابوي وابوهم والله ما تقصرون والله نروح نودع عليهم ما شيء وان شاء الله خير. ان شاء الله خير ان شاء الله ما راح تقصرون وهذا موقفكم ما راح انساه. لا ان شاء الله خير. اي والله العظيم انت اخويا شوف الولد ولا تقول لهم حسوني دزني عليك. لا لا ما اقول وش لين فشله وانا راح انتظرك، راح اروح للبيت انتظرك وانت شوفهم وتعال للبيت رد الخبر. يلا قوم نطلع سوا من هناك نروح لهم. يا الله يا الله. السلام عليكم. شلونك حمود؟ انا خويي شلونك؟ شخبارك؟ الله يسلمك. شلونك زين؟ يا بي شكو ماكو وين؟ وين مقضيها؟ والله ماكو شيء صافي، انت وين وين شكو ماكو؟ والله موجود، شو ماكو؟ والله كرار كنت ملتهي شوية وهسه متونا بالمعارض على ما يفتح ونروح لأريد للسيارة. خير إن شاء الله. أقول لك حمودي. قول كرار. تعرف أنت حسوني حالته المادية تعبانة. يا حسوني هذا الفقر؟ حالته المادية تعبانة وأمه مرة كبيرة. وابوه رجال كبير فعمره صار كبير 32 سنه فخلينا له عروس احنا اربعه جماعتنا ونزوجه. علمنا مال عريس؟ كرار انا باكي جيجار ما قدره، شنو هذا وقدره؟ شنو علمنا على العرس؟ باكي جيجار هو ما يسوى له قدره علمنا العريس؟ حسوني شنو الفقر هذا؟ لا لا حسوني يستاهل ترى. انسان يستاهل وامه مره كبيره وقدره بالتقدر له وانا راح اعينه اشيل له نص. كرار شنو قدره؟ انت تدري لو ما انت صاحبه وتمشي وياه وتسولف وياه انا اصلا اذا اسلم عليه ما اسلم عليه بس غير على حسابك. انا حسونه اصلا ما احترمه ولا قدره ولا اريد امشي وياه. يعني تدري ان امشي وياه حتى الناس تحكي علينا؟ شنو هذا الفقر امشي وياه؟ ولا اريده ولا اساعده. اي صار الحكي؟ الله خليه يولي. يلا اخوي انا اترخص بعد.
عليك. هلا حياتي. شلونك؟ سلاح سلاح. شلونك؟ والله الحمد لله. شو اخبارك؟ شكو ماكو؟ والله ماكو سلامتك. اقول لك حياتي. صاحبنا حسوني تعرفه عمره صار 32 سنة وكبير وامه مريضة. ايه. وابوه مرجات كبير تعبان. ايه. فاحنا جماعة انا حبيت اشيله يا نص. وانتم جماعة المقربين يشيلون يا نص على مود زوجة تجيب بنية تعينه لي تعينه هو خطيه هو حالته تعبانة كلش. الله كريم الله كريم. ان شاء الله يصير خير. ان شاء الله خير. يلا كرر انا طرف اصعد الشغل. يعني انا ارد لك الجواب. ان شاء الله ان شاء الله. بس انا عبالي عندك شغلة بيها خير خبرتنا عليها صار على هذا. يلا في مالنا. هذا وين صار السين هذا؟ خلنا نتصل عليه. هلو؟ سين وين؟ اي يلا تعال منتظرك في الحديقة. اوكي يلا. هلا حسين شلونك؟ شلونك حبيبي؟ شلونك حبيبي؟ شلونك؟ الله يسلمك حبيبي. شلونك؟ 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 والله الحمد لله. شلونك انت؟ والله الحمد لله. الله يسلمك بعد روحي. اقول لك يا حسين. قول حبيبي. صاحبنا حسوني. حسوني هذا حسوني؟ ايه. هو ايه قول. تدري بعمره صار 32 سنة وامه تعبانة وابو رجال كبير. نريد نلمنا ونزوجه احنا الأربعة. جماعتنا يعني المقربين علي نلمنا ونزوجه. انا اللي من حسوني؟ ايه العد ليش؟ لا ما لمنا انا. ليش مو صاحبنا؟ لا ما لمنا. مو صاحب وقفه حلوه هو؟ لا لا مو صاحبنا مو صاحب ما لمنا حسوني ما يشتغل. هو قاعد يشتغل ها ماتين يوم يطلع عماله يوم ما يطلع يا دوب كف المصرف لاهله. لا ما لمنا. ابد لا مو صاحب. يعني منا منا؟ ابد لا. ما لمنا لا مو صاحب. ما اقدر لان ما يشتغل هو. هو قاعد يطلع له يوم يجيب هالمصرف لها ليس وقبين تعرف انت لا ابو يشتغل زوجتهم تردون زوجونه دفعوا لكم انا ما دفعتهم زوجو كيفكم انتم بعد انا ما ادفع له يعني هي صار الحكي؟ اي هي صار الحكي انا انتم واحدكم كيفكم يعني ما بيها منا يعني هو صاحبنا لا اخوي اعذرني انا اترخص لم ولد بالله هسه ايش راح اقول للحسوني وشلون افهم هي هاي جماعتنا مع الاسف الو ها كرر يا معود انا هنا قاعد بالكوفي يلا هلا بك يلا منتظرك مو تاخر يلا هلا 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 وفاي الله ان شاء الله خير حسوني هلا كروري يلا سريح سريح يلا سريح سريح شلونك الله بخير شلونك شخبارك شلونك بشرني ايش تشرب لا حسوني شرب انت ما ادري شرب شكرا بس تشين وضيع ما شني ان شاء الله الاخبار زينه الله كريم حسوني الله كريم ها ان شاء الله خير الله كريم وانا ان شاء الله اشوف له غير هاي الطريقه بس انتظرني كم يوم وان شاء الله يصير خير أكل أصير سوالي يعني نشوف غير طريقة إن شاء الله نشوف غير طريقة ونمشي بيها وما لك إن شاء الله يعني هسه أنت رحت جماعة رجعوك الله كريم حسوني لا ضوج وأنا هسه هم أهلي خابروني راح أشوفهم وإن شاء الله يصير خير هاي براحتك كرر لا تفكر بالموضوع الله كريم إن شاء الله يلا الله